بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خلوني أبائي. كنت بعرف أشعية وعجبتني آية كده، حسيتها مناسبة لينا ككارزين أو كمشغولين بالكرازة. وعلى فكرة أشعية يعتبر كارز. ليه؟ أشعية يعتبر أكتر نبي ذكر الشعوب والأمم في النبوة بتاعته، وعشان كده اليهود ما كانوش يحبوا أشعياء ونشروه في الآخر، لأن أشعياء طول الوقت عمال يقول المسيح جاي للكل، المسيح جاي للعالم، وعمال يقول ربنا هيرفضكم يا يهود وهيفتح حضنه للعالم. فطبعا دي كانت تغيظ اليهود جدا، ودي اللي استدل بيها بولس في رومية 10. قال أشعياء، قال طول النهار بسطت يدي لشعب ايه؟ معاند ومقاوم، فكان ربنا رفض شعبه. فعموما سفر أشعياء من أكثر الأسفار اللي بتشاور على خلاص الأمم أو الكرازة للعالم كله. بصوا الآية بتقول إيه، أشعياء 62. برضه عشان أفكركم، أشعياء سبق المسيح تقريبا ب 800 سنة. وأشعياء واحد من الأربعة الكبار، أشعياء، أرميا، حزقيال، دانيال بالترتيب ده. وأشعياء كان من عيلة ملوكي، وبالرغم من كده موتوه موتة صعبة في الآخر. لكن عاصر خمس ملوك، لأنه تنبأ زيادة عن 50 سنة، فعد عليه خمس ملوك، وآخرهم صدقية ده منسة. منسة هو اللي قتله، نشره بالمنشار. والمسيح ذكر أشعياء ضمن النبوءات المذكورة بالذات في إنجيل متى، أن ربنا يسوع كان مثلا قال زي ما قال فيكو أشعياء، لكم عيون تبصرون ولا تبصرون، لكم أذان تسمعون ولا. دي كانت نبوة أشعياء، دي اللي قالها أشعياء، ذكرها المسيح بنفسه ونسبها إلى أشعياء. أشعياء بالبلدي نصين كبار، من 1 لـ 39 دعوة للتوبة، من 40 لـ 66 نبوة عن المسيح أو كلام عن العهد الجديد. لدرجة بعض الناس بيقولوا أشعياء ده زي سامبل للكتاب كله، الجزء الاولاني كله في روح العهد القديم، والجزء الثاني كله في روح العهد الجديد. انما طبعا لو قلت لي أشعياء 9 فيها نبوة عن المسيح، مش غلط طبعا، لكن عموما الجزء الاولاني كله يا يهود توبوا كفاية عليكم كده، ومن 40 وطالع بقى يعني يا فرحتنا باللي هيحصل، شاف المسيح جاي بقى والصليب والقيامة والكنيسة. فأشعياء بيسموه النبي الإنجيلي، لأنه كأنه استعرض حياة المسيح بمنتهى الدقة. أكتر نبي ذكر العذراء، ذكر الصليب، ذكر القيامة، ذكر الروح القدس بالتفصيل، ذكر كنيسة العهد الجديد، ذكر حاجات كتيرة قوي بدقة غريبة تؤكد أنه كان شايف اللي هيحصل في العهد الجديد. يقول أعبروا أعبروا بالأبواب، go through go through the gates. عارفين لما تتكرر تحس في واحد بينادي، لما يكون بتاع الكشافة واقف يوم عيد مثلا الدنيا زحمة قوي، عمال يزعق في الناس من هنا من هنا، عدوا من هنا، ادخل من هنا، فتحس ان هو واقف بينادي كده. وده اللي قاله في أشعياء 40، قال ارفعي صوتك يا مبشرة صهيون، وقفي على مكان عالي ونادي. فبيقول اعبروا اعبروا بالأبواب، go through the gates، أعدوا السبيل، نقوه، أعدوا أعدوا، هيئوا طريق الشعب، أعدوا أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، prepare the way for the people، build up the highway، take out the stones، نقوه من الحجارة، ارفعوا الراية للشعب. صدقوني أنا حسيت هو ده بالظبط يعني ثيم الكرازة أو الفيجن أو الميشن أو احنا بنعمل ايه في الكرازة، بنعمل الكلمتين دول بالظبط. بنقول بنفتح الباب للناس ونقول لهم ادخلوا عدوا، وبعدين هيمشوا في سكة نقول طب شيلوا الحجارة لحسن حد يكعبل، وبعدين ايه بصين على الراية الصليب، يلا امشوا ورا الصليب ده توصلوا. ادي ببساطة دورنا في الكرازة، تعالوا ناخدها حتة حتة كده. اولا اعبروا، كلمة العبور دي في الكتاب مهمة قوي، لأنه الخلاص عموما مرتبط بكلمة العبور. سفر الخروج هو سفر الخلاص أو سفر العبور. الفصح لما قال أرى الدم فأعبر،
يعني في موت جاي بس الموت يجي عندك ويعدي. بيعدي ليه؟ عشان في دم. فاحنا بنقول اعبروا دايما، كلمة اعبروا، بنقول للعالم كله تعالوا عدوا، عدوا الموتة دي، في موتة جاية كده كده هتموتوا بس ممكن تعدوا من فوقيها. فيبقى الموت مش مؤذي ليكم، شوكة الموت اتكسرت، اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا حو. فالعبور في العهد القديم كان له معنيين كبار. العبور بتاع الملاك المهلك لما قال يعدي على كل باب يلاقي الدم فيعبر، يعبر يا ما تدخلش، الموت ما يدخلش في البيت ده. وبعدين العبور بقى بجملة لما عدوا البحر، عبروا جوه البحر. وعشان كده الخروج يكمل في حاجتين، في الدم والمية. دم المسيح له المجد هو اللي عبرنا الموت، ومية المعمودية والروح القدس هي اللي تدينا فعل الخلاص، هي اللي تدينا الحياة الجديدة بقى، هي اللي تدخلنا في حرية العهد الجديد. فانت بتعمل كده للناس، انت ككارز بتكرز بايه؟ نكرز بالمسيح مصلوب. ده تعبير لبولس، يقول احنا بنكرز بالمسيح مصلوب، بنقول للناس عندنا خبر حلو ان خطاياكم دفع ثمنها، انه في دم لو اتحط على بابك، باب بيتك وقلبك وحياتك وعيلتك، الموت ما يدخلش عندك. يعني لما تيجي تموت تغمض عينك وانت مطمن، دي نومة جميلة او هتصحى منها في احلى صحيان، مفيش موت ولا حاجة. فالعبور بالنسبة لنا هو الايمان بعمل المسيح المخلص، ثم المعمودية عشان فعل الخلاص ده تاخده شخصيا، وتبقى عبرت كمان انت لما اتعمدت ومشيت ورا الرأي. اعبروا، اعبروا بالابواب. كلمة الابواب دي كلمة مهمة اوي. وعلى فكرة يقال ان في لحن قديم يسموه الابواب، الابواب، لانه تقدموا، تقدموا، عارفين كلمة تقدموا دي اللي بيقولها الشماس، تقدموا على هذا الرسم. في بعض التفسيرات يقولوا كانوا زمان في اللحظة دي الموعوظين يطلعوا، الموعوظين يطلعوا والمؤمنين يقربوا لقدام. فكان الشماس يقول الابواب، الابواب، يعني اقفلوا الابواب بعد ما الناس خرجت، عشان بقى ايه؟ هنقعد القعدة بتاعتنا بقى، هنبتدي قداس المؤمنين. عموما الابواب اشارة دايما الى وسائط الخلاص، مدخل الخلاص، باب الايمان، باب التوبة، باب المعمودية، باب الافخارستية، دي الابواب بتاعتنا. فبيقولوا عبروا بالابواب. فانت دورك ككارز بتاخد واحد من ايده وتعديه من الباب. ايه الباب؟ باب التوبة. لو هو عايش هيعيش ملخبطة لازم يعرف سكة التوبة، لو ما تعمدش لازم يتعمد، لو ما امنش لازم يؤمن. عاوز تاخده من ايده تعبره عشان ياكل الاكلة الحلوة اللي تدخله السماء، مش اي اكلة. ذكرت الابواب كتير في الكتاب، مثلا في مثل المدعوين يقول يا صاحب كيف دخلت الى هنا؟ كيف تديك حق؟ انت دخلت من انهي باب؟ واضح انه ما دخلش من الباب. عشان كده سؤال صاحب العرس كان غريب، هو انت دخلت ازاي؟ لان على الابواب في حراس وفي نظام، والباب اشارة للمسيح، فده دخل من الشباك. عشان كده في مثل الراعي يقول الراعي يدخل من الباب، اما الذي لا يدخل من الباب فذاك ايه؟ سارق ولص، ما تدخلش من الباب، يبقى حرامي على طول، لكن اللي يدخل من الباب يبقى الراعي. وليس عليك لباس العرس، يبقى واضح ان فكرة الباب بتدي اللباس، يعني عند باب الكنيسة في لبس، وعشان كده الطقس ان المعمودية تبقى جنب باب الكنيسة او قبل الباب على طول، ده الطقس الصح بتاعها، ما تبقاش بعيدة. يبقى الشخص جاي يدخل على المعمودية ومنه على الكنيسة، هو ده الاصل في المعمودية. الابواب كمان تفكرنا لما المسيح له المجد سئل الاقاليل هم الذين يخلصون، قال لهم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. اعبروا، اعبروا بالابواب. احنا بنعزم الناس بس على باب ضيق بنعزم. انا فاكر زمان قوي خدت فصل مدارس الاحد بتاعي ورحنا مش فاكر دير ايه، البراموس ولا ايه، وبعدين وهم داخلين الدير كلهم خدوا بالهم ان الباب واطي، مش فاكر انهي دير، في ابواب كتير تلاقوا الباب واطي،
طبعا العيال ايه ما كلها صغيره، ما كانش محتاجين يوطوا، بس كلهم سألوا السؤال ده، هو ليه يا استاذ عاملين الباب واطي؟ يعني الكبار لازم يوطوا ليه؟ احنا ما بنوطيش بس الكبار لازم يوطوا والا هيتخبطوا، ولو تخين قوي مش هيعدي. فبتفكرني دايما القصة دي ان الاطفال بيعدوا بسهولة انما الكبار لازم يوطوا، لانه باب ضيق باب واطي، فانت لازم تضيق على نفسك عشان تدخل، انما الطفل هيدخل لانه هي الحكاية بالنسبة له صغيرة زيه. فاعبروا اعبروا بالابواب، احنا بنقعد بنعزم الناس على الخلاص على السماء وبنقول لهم عدوا من الباب، بس بنقول لهم وطي راسكم، بنقول لهم ايه ضيقوا على نفسك، اهربوا من الخطية، صوموا صلوا جاهدوا بعدوا عن الشر حبوا اعدائكم ضيقة. طب وما اعبروا بالابواب، ما نقدرش ما نعلمش غير اللي استلمناه، اعبروا بالابواب. اقول لكم كثيرين سيطلبون ان يدخلوا يعبروا يعني ولا يقدروا من بعدما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب. بصوا بقى الحتة دي تخوف، عشان كده بيقول جو ثرو ذا جيتس جو ثرو ذا جيتس، الحق عدي عدي عدي. ليه؟ لان هيجي وقت هيتقفل الباب، لو العمر خلص باب الخلاص اتقفل، لو الانسان ملحقش يؤمن ويتوب ويتعمد مش خلاص الباب اتقفل. فبيقول هيبقى في وقت يكون رب الباب بيت قام واغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب، زي بتاعت العذارى الجاهلات، يا رب يا رب افتح لنا، يقول لا اعرفكم من اين انتم. ليه؟ لانه ما كانوش مجتهدين. بداية الكلام يقول اجتهدوا. برضو الابواب تفكرنا ان طقسنا القبطي، لما تيجي داخل اي باب كنيسة دايما نقول في سرك الاية دي، اما انا بكثرة رحمتك ادخل بيتك، وانت بتعدي الباب لانك عشان تعدت بالكنيسة دي رحمة من ربنا، واسجد قدام هيكل قدسك ومخافتك. الابواب برضو تفكرنا بحاجة كده في سفر التكوين، لما نوح قعد يجمع بقى الحيوانات والذكر والانثى وعمل شغلة كبيرة وكان مسؤولية كبيرة عليه ولوحده معاه عياله بس، وبعدين الداخلات دخلت ذكرا وانثى من كل ذي جسد كما امره الله واغلق الرب عليه. يقولوا بعض الاباء باب الفلك كبير قوي، ويبدو نوح اول مرة هيدخل ويقفل، بس هو كان متعود بيقفل من بره، دلوقتي لما دخل بقت حوسة، ما كانش عامل حساب لما المية تنزل هيقفل ازاي، لانه قبل كده كان الباب مفتوح بقاله 100 سنة عمال يوضب في الفلك، فما عملش حساب حكاية هيتقفل من جوه ازاي. فيقول لما ربنا لقى عمل كل حاجة ونسي دي قام اغلق الباب عليه، يعني ربنا عمل الجزء الحتة الاخيرة دي ربنا اللي عمله. تاني آية في النص بيقول اعبروا اعبروا بالابواب، هيئوا طريق الرب، هيئوا الطريق. دوركم يا خدام انتوا بتهيئوا الطريق للناس، بتسهلوا على الناس، سهل لنا طريق التقوى. لو لقيت واحد مبتدئ ما يعرفش حاجة بتعقدها في وشه ولا بتسهلها في وشه؟ المسيح لو المجد قال للناموسيين ايه؟ قال لهم ويل لكم ايها الناموسيين تحملون الناس احمالا عسرة الحمل وانتم لا تمسون الاحمال باحدى اصابعكم. اذا كنا خدام بنقول للناس عدوا من الباب عدوا، وبعدين بنفرش لهم السكة بنهيئ لهم الطريق، حسب نكون بنحمل الناس احمال عسرة الحمل، بنعقد الناس. ساعات نشرح المسيحية فتبان قدام الناس ايه ده، دي فلسفة قوي، ايه ده دي مالها صعبة كده، ايه ده المطلوب كتير قوي. طب انت اديت امبريشن غلط على فكرة، دي بشارة مفرحة، مفروض ان الامبريشن يبقى عكس كده، يبقى اللي قاعد مبسوط وهو سامع يبقى حاسس ياها دي مش صعبة، دي في متناول اليد، دي الكلمة قريبة منك. يا ده انا كنت عاوز اقول كده، انا كنت عاوز اقول ربنا اللي لازم يخلصني مش انا اللي اقدر اخلص روحي، فتبقى حاسس ان الكلام قريب ليك. هيئوا الطريق يعني سهلوا على الناس،
لألا نكون بنوعظ وبنعلم أمور إحنا نفسنا مش عارفين نعملها. طب إزاي يعني؟ إزاي تستجرى تقول للناس إنه الخلاص في لحظة، أول ما هتوب مش هتغلط تاني؟ أنت أخويا بتغلط وأنت خادم بقالك 30 سنة، ما تقولش كلام أنت مش قده. لا قول وماله، هنغلط ونقوم، هنجاهد كلنا، ربنا رحمته واسعة، ربنا عارف إن إحنا ضعفة، ربنا مسؤول عننا حتى لو كنا بنغلط، هيئوا الطريق للناس. برضو حكاية الطريق دي تفكرنا في الأعمال لما يقول ابتدى يجاهر على أبولوس ده في المجمع، لما سمعوا أكيلا وبريسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. Explain to him the way of God more accurately. يبقى برضو المفروض انك انت وانت بتشرح طريق ربنا لأي انسان كل ما ده بتشرح له بطريقة more accurate. ابولوس قطع شوط كويس بس لسه في حاجات مش فاهمة زي المعمودية، فدول ناس سابقينه زي ما انتوا سابقين ناس في الايمان، انتوا خدام غيركم مش خدام، وفي ناس موعوظين ما تعمدوش وماله، اطلع بيهم خطوة، هيئوا طريق للشعب. يبقى احفظوا معايا الآية، ها، اعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الرب. تفكركوا هيئوا طريق الرب دي بأشهر كارز في العهد الجديد يوحنا المعمدان، قيل عنه ايه؟ صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، كان دي صرخته، جهزوا ربنا جاي. بعد كده يقول برضو نقوه من الحجارة. نقوه من الحجارة دي انا دايما اتخيلها لما يكون ناس كبار في السن او اطفال والسجادة فيها شوية كراكيب كده، ايه، او طوب او زلط، نخاف قوي على عيل يتزحلق او راجل كبير يتكعبل، وهي دي فكرة العصرة، كعبلة. العصرة معناها stumbling block، يعني في بلوك كده بتقلب الواحد، تلخبطه تكعبله. نقوه من الحجار، يعني شغلتنا ان احنا ننقي الطريق من الحجارة عشان الناس تدخل وتدخل لإيه؟ براحتها. فلما يجي واحد مؤمن جديد يلاقينا بنحب بعض قوي يا يرتاح. طب تخيلوا لو دخل ولقينا بناكل في بعض، حجر عصرة، يطلع تاني مش عاوز ينتمي للكنيسة، مع انه قد صدق ان المسيح ربنا وصدق انه مات وقام وصدق ان في حياة ابدية، بس حصل له ايه؟ كعبلة وعصر. ويل للعالم من العصرات لانها بتضيع نفوس. يبقى هنا نقوه من الحجارة يعني ياخد دم ربنا، ما تسيبوش حجر يكعب الانسان. مثلا بعض البلاد، بعض الكنائس الاجنبية وهي بتكرس كان بتشترط ان كل مؤمن لازم يدفع اشتراك للكنيسة. طب في مؤمنين فقراء، حكاية لازم يدفع اشتراك دي حجر، وقف خلاص طريق خلاص ناس كتير قوي، فكتير سابوا الكنائس برا عشان الحتة دي. طب ومن امتى الكنيسة بتطلب اشتراكات؟ في حاجة اسمها كده؟ مش موجودة في تعليم المسيح الكلام ده. هنا عملنا حجر عصرة، ضيعنا على الناس. بالعكس الكنيسة تأكل ولادها لو طالت، لكن مش هتطلب فلوس من حد. نقوه من الحجارة. ويل للعالم من العصرات، لابد أن تأتي العصرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العصرة. ساعات تترجم offense وساعات تبقى stumbling block. قديس بولس مرة يقول إيه؟ يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. يعني إيه؟ في تنقيط الطريق من الحجارة بلاش تقعد تنقد الناس، دي جاية لبسها وحش وده جاي لابس مش عارف شورت وداخل الكنيسة وده راجل صوته عالي منه عجوز، يا ابني بلوحة شوية على الناس، نقوه من الحجارة، استحمل ضعف الضعفاء، علم لكن ما تجرحش الناس. ربنا عاوز الناس دي كلها في حضنه، ما تقفلش في وشهم. اذا نقوه من الحجارة يعني سهلوا للناس، خليهم يعرفوا يدخلوا السكة، وسعوا عليهم الطريق. الباب ضيق صحيح، لكن دور الكارز انه يخلي طريق الخلاص مش صعب، مش معقد، مش مستحيل قدام المدعوين. مثلا ان كان طعام يعسر اخي
لو واحد داخل وهيفهمنا غلط، لن اكل لحما الى الابد، زي موضوع الخمره مثلا وبتاع. صحيح احنا ما عندناش في المسيحيه تحريم قاطع لاي شفطه الكل، ما عندناش دي. عندنا طبعا تحريم قاطع للسكر، بس احنا في مجتمع يرى ان الخمر زي الزنا، والمجتمع ده احنا مسؤولين عنه قدام المسيح. فان كان الخمر يعسر اخي لن اشرب خمرا ولا شفطه. طبعا بستغرب الخدام اللي يطلبوا مشاريب زي كده واسمهم خدام. طب ده انتوا في مجتمع عارف ان الحركة دي تساوي الزنا، انت بتعلن ان احنا كمسيحيين زناه، هو دماغه بتقول كده. وبعد كده تقول هكرز، تكرز بايه؟ تكرز ازاي؟ انت ما راعتش نفسيته الضعيفة، وما راعتش، ما اهتمتش بخلاص نفسه، انت مهتم بمزاجك، لا تصلح للكرازة اطلاقا طبعا. وتقعد تدافع، ما هو ربنا ما عملش المادة حرام، او ما عملش المادة حرام، بس قتل نفس حرام، انت قتلته لانك عطلت خلاصه، لانك ما اهتمتش اساسا بمنظرك قصاده فعصرته. لان بولس ما كانتش قضيته الخمره، زمانها كانت حته اللحمه، في لحمه مذبوحه على ذمه اوثان. قال لهم هو في حاجه اسمها وثن، من اللي ياكل ياكل وخلاص. وبعدين قال لهم بس اسمعوا، لو اخوك هيتلخبط عشان بتاكل لحمه بحريه ويفتكر ان احنا ممكن نكون بنعبد ربنا وفينوس مثلا، لا بلاش لحم خالص. ان كان الطعام، ان كان اللحم يعسر اخي لن اكل لحما لألا اعسر اخي. طب ده الاكل العادي، امال بقى لما تيجي في الرفاهيات؟ طبعا بزيادة الموضة، يعني ان كانت الموضة تعسر الناس بزيادة. لسه شايف منظر انا انزعجت منه تحت وانا بركن العربية، بنات طالعين من فرح لبسهم وحش، العيال واقفة في الشارع كلها تتفرج، هم دول بنات الكنيسة وهم دول الولاد اللي احنا عاوزينهم يعرفوا المسيح؟ اديني عقلك، مين المسؤول عن المصيبة دي؟ ولاد ربنا طبعا. فين نقوهم من الحجارة؟ ازاي اكلمهم عن المسيح معلم الطهارة والعفة والنقاوة، اللي بيكلمنا عن السماء مش بيكلمنا عن الفستان القصير اتكلم في ايه بقى؟ خلاص راحت فرصة الكرازة على طول، لانها لابسة صليب قد كده والمنظر ملخبط خالص. فهمتوا فكرة نقوه من الحجارة؟ اعدوا الطريق، نقوه من الحجارة. اذا كان غرضنا خلاص الناس، ده احنا نعمل اي حاجة في الدنيا بس الناس تعرف ربنا. اعدوا الطريق، نقوه من الحجارة. اخر حاجة، ارفعوا الراية للشعوب. الراية طبعا هي الصليب، الراية او العلم بتاعنا هي علامة الصليب، تظهر علامة ابن الانسان في السماء. فرايتنا هي صليب مسيحنا، هي علامة الصليب اللي بنرشمها، هي الصليب اللي في ايدينا، هي الصليب اللي بتلبسوه. ففي الاخر الصليب ده ببساطة هو علامة الخلاص، وعلامة قوية على فكرة جدا، مزعجة للشياطين. وعشان كده نفسي لما تروحوا اي بلاد بسيطة ويكون معاكوا اطفال، علموهم رشم الصليب، اشرحوا رشم الصليب وحفظوهم. رشم الصليب يعلن مسيحية الانسان ببساطة، زي اسم يسوع المسيح، دي البدايات البسيطة جدا، يعرف اسم يسوع وينادي عليه ويرشم صليب، دي مش محتاجة قراية وكتابة، لكن دي كده حط رجله على اول الطريق. فارفعوا الراية للشعوب. والشعوب هنا ما تنسوش اشعياء كان يهودي وفي زمن متعصب ضد الامم، بيقول لا الرايه دي للشعوب كلها، لانه كان زمان تترفع الرايه على جبل عالي فالناس تعرف هم رايحين فين او هيحاربوا ايه. فالرايه دي كانت دايما اعلان حرب او اعلان اتجاه معين. يكون في ذلك اليوم، جت في كذا حته الرايه دي في اشعياء، اصل يس القائم رايه للشعوب، اياه تطلب الامم ويكون محله مجدا. ذلك اليوم إشارة للعهد الجديد. مرة تاني يقول كما أن الأرض تخرج نباتها والجنة تنبت مزروعتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. أنا أقصد هنا فكرة كل الأمم، إحنا قلبنا في كل الأمم، في بلاد كاملة ما تعرفش المسيح. عاوزين نرفع الراية، يعني نقول لهم أهو مخلصكم آتي، اللي بيحبكم
في واحد انتم ما تعرفوهوش، هو اللي خلقكم وهو اللي مات عشانكم وهو اللي هيجي ياخدكم وهو اللي فاتح حضنه ليكم وهو اللي دفع الثمن. ده شخص حقيقي، مش بنضحك عليكم. هي دي البشارة، هي دي الكرازة. فبيقول السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. تصوروا بقى كل الشعوب لما تهتف باسم المسيح، هو ده المنظر اللي ربنا مستنيه. ربنا في الآخر سبحوه يا جميع الأمم، تباركوا كافة الشعوب لأن رحمته ثبتت إلى الأبد. فإحنا طبعا قدامنا مهمة مش قليلة، ارفعوا الراية للشعوب. نراجع تاني، يقول في مرة تاني، احنا كنا أشعياء 62 قبلها بكم إصحاح قال نفس المعنى، أعدوا أعدوا هيئوا الطريق ارفعوا المعصرة اللي هي نقوه من الحجارة لو تفتكر، بس جاية هنا بمعنى آخر، ارفعوا المعصرة من طريق شعبي. هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح، لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. يبقى ادي الكرازة بتاعتنا، بنشاور على ربنا. تعالوا بقى نختم بكيف نتجنب العثرات. أنا عاوز أركز على نق الطريق من الحجارة، دي وصية إلهية. أعدوا الطريق، أعدوا السبيل، نقوه من الحجار. تعالوا نتجنب العثرة. أولا العثرة في التعليم. احذروا وانتوا بتعلموا ان انتوا تعلموا تعليم معقد. خلوا تعليمنا دايما في الكرازة بسيط لكن بلا سطحي. ودي عاوزة حكمة وعاوزة على فكرة عمق. يعني الشخص اللي فاهم كويس قوي يقدر يبسط، اللي مش فاهم كويس يعقد. تعرفين القاعدة دي؟ يقول لك الدكتور اللي فاهم مادته كويس جدا عنده قدرة على تبسيط المادة بطريقة مذهلة. تلاقي واحد ايه المحاضرة معقدة، هو غالبا مش فاهم، فهو ايه معقدها. عشان كده عشان تبسط قوي زي ربنا يسوع لما كان يقول كلام بسيط قوي، ده لانه فاهم كويس قوي. فهنا كل ما تفهم العقيدة كويس قوي وتحفظ الانجيل كويس قوي تقول كلام بسيط ولكن مش سطحي. فدي ما تعسرش حد، الناس قاعدة مبسوطة وفاهمة. عصرة التعليم كمان انك تقول كلام عميق بلا تعقيد. انا بقول ارفعوا الحجارة، يعني ازاي تتجنب العصرة في التعليم؟ كلكم هتعلموا بشكل او باخر، علم بلا تعقيدات. كمان قدم خلاص عملي للمخدوم، ما تقولش كلام نظري، ما تقولش كلام في الهوى. قل للشخص طب يعمل ايه بالظبط، زي ما كان يوحنا المعمدان يسألوه طب نعمل ايه، قل لهم روحوا لو عندكم لقمة اقسموها ادوا للغلاب، اللي عنده توبين يوزع واحد. قل للعساكر لا تشوا باحد، اكتفوا بعلائفكم، ما تظلموش الناس. يبقى في اكسرسايز واضح كده. التعليم كمان يبقى ارثوذكسي، يعني مستقيم، اللي استلمته تسلمه، مش بتقول كلام على مزاجك او مزاج الناس. يبقى نقوا الطريق من الحجار. تجنب العثرة في السلوك، انك تبقى سلوكك بسيط وحكيم عشان محدش يعصر فيك. بتسلك ببساطة لكن بساطة معاها حكمة، كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. السلوك يبقى فيه احترام ثقافة ولغة المخدوم. يعني انا فوجئت ببعض الغلطات، الاقي خدام بيهرجوا باللغة بتاعتهم عربي مثلا او انجليزي واللوكالز مش فاهمين ويلاقوهم بيضحكوا. على فكرة دي وحشة جدا. ليه؟ انا لو سامع ناس بتضحك وانا مش فاهم بيضحكوا على ايه، انا ممكن يتهيألي بيضحكوا علي او بيضحكوا على حاجة مش عاوزين نعرف، فانا حصل بيني وبينهم قفلة كده، اتفصلت يعني. طب احنا بنعمل معاهم كده؟ يعني لما يكون في شخص لوكال لازم تتكلم بلغة يفهمها عشان ما يحسش انك انت تقول عليه كلمة. السلوك لازم يكون مستقيم ومريح وتحترم ثقافته ولغته. سلوك بطهارة ونقاوة. احذروا ان انتوا تتقاربوا مع الناس تقارب يعني يوحي بعدم النقاوة او الطهارة، يدي احساس انه ايه ده دلع في العلاقات، ده في حاجة كده ايه شهوة مستخبية. لا لا، احنا ناس رايحين نقدم المسيح، بس عاوزين حاجة وحشة ابدا تدخل. سلوك
كل ده بنقول ارفعوا العصرات، نقوا الطريق من الحجارة. الأمانة عموما ما تقولش كلمة إلا وانت قدها، توعدش وعد أبدا ما تلتزمش بيه، لأن ده على طول يشطب عليك وعلى المسيح بتاعك، يبقى ضيعت الدنيا. كان لازم تعد الطريق وتنقيه من الحجارة، ترفع المعصرة. فلازم تبقى واضح وصريح وأمين مستقيم، وسلوكك ما يتعبش عليه بلا لوم عشان تنور. لكن انت ملام، مين هيبصلك ويمشي وراك؟ اخيرا العصرة في العلاقات، تجنبوا العصرات في العلاقات. خلي كل العلاقات علاقات مثالية، علاقتك باخواتك في الخدمة، علاقتك باهلك، علاقتك بالمخدومين. في هروب في لحظة الايه، العلاقة اللي مش مريحة كده، اي علاقة مش مريحة لازم تعمل زي يوسف كده وتهرب لحياتك. في حدود، في مسافات محفوظة، الاحترام مهم في العلاقات. كمان في مثاليات واضحة، مبادئ مسيحية واضحة تحكمك في كل علاقاتك، لأنك خايف على أبديتك. كمان بيبان في العلاقات نظرتك للجسد وللمادة، هل نظرتك كلها شهوة ولا ليك طمع في الدنيا والفلوس، ولا أنت إنسان فعلا متعفف والهدف واضح في ذهنك، عاوز الناس كلها تعرف ربنا. حط قدام كل آية، لأنها آية جميلة في أشعياء 62، بيدعينا للكرازة وبيقول لنا اعبروا اعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، ارفعوا الراية للشعب.